الأول كان في عصبية زيادة على اللزوم من بعض اللاعبات أثر على أدائهم، بس بعد كده في الشوط الثاني والثالث رجعوا بقى في هدوء في الملعب، بقى في استخدام عنصر السرعة بتاعتنا في منتصف الشبكة. الحمد لله ضغط الإرسال بتاعنا برضه على فريق الشمس رجح كفتنا في الشوط الثاني والثالث. لا طبعا هو معروف الكرة الطايرة ما بتخلصش غير في النقطة 25. كان في تقدم للشمس نقطتين، احنا حاربنا ورجعنا عملنا كامباك، وفي الديفنس بتاعنا اشتغل كويس قوي، الكونتر اتاك بتاعنا اشتغل كويس قوي، كان في تركيز في نهايه الجيم رجح كفتنا في اخر المباراه. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده هو هيفرق معانا جدا، لان بكره عندنا ماتش جامد برده. احنا كنا داخلين مركزين قوي ان شاء الله، احنا طبعا من اول ما دخلنا احنا هدفنا نلعب البطوله طبعا ونكسب البطوله دي ان شاء الله عشان نفرح النادي الاهلي والجمهور، عشان خصوصا بعد البطوله اللي احنا خسرناها، فاحنا بنعمل اقصى ما عندنا ان شاء الله عشان نفوز بالبطوله إن شاء الله. الجمهور ده اهم سبب بمكسبنا، يعني احنا يمكن البطوله العربيه لما الجمهور ما جالناش كان سبب من اسباب اللي احنا نخسر، بس طول ما هو معانا احنا على طول فايقين، حتى لو احنا ادائنا هبط شويه هم بيقدروا يصحونا تاني ونلعب تاني الحمد لله. النتيجه طبيعيه، نتيجه استعداد الاهلي كان للبطوله اكتر، خبرات اكتر، لكن احنا حاولنا ان احنا نعمل ماتش كويس، وكان كنا نتمنى ان الفوز يبقى حليفنا، لكن طبعا الخبرات حسمت اللقاء. بس هو ده اللي حصل في الماتش، يعني احنا داخلين البطوله دي عشان اول حاجه احتكاك للاعبات الصغار السن، لان انا متوسط اعمار فرقتي حوالي 19 سنه، انا ما عنديش غير 2 لعيبه فوق ال 20 سنه، فكل اللاعبات 18 و17 سنه، فاحنا بنعد فريق ان هو يكمل مع شمس فتره طويله، وزي ما بقول كده ان احنا في البطولات الجايه فرقه شمس بقى شكلها مختلف.